لم تتأخر في الالتحاق بالمؤتمر 16 لجبهة البوليساريو، وكانت ضمن الصفوف الأولى. السيدة عزة ونساء أخريات أثبتن مرة أخرى أنهن عنصر فعال في كل ما يتعلق بالقضية الصحراوية. كل اللي نطمحوا له كاملين، غير الصحراء كاملة اللي تطمح له، اللي منهم إنسان سليم في ضمير وحي، إنسان يعني فيه الدم، إنسان فيه العروبة، فيه الأنفة، فيه اللي يطمح له دائما هو الاستقلال الوطني والسلام. إياك تبتني هذه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عاصمتها العيون، عالمها رفرف، مستقلة مزدهرة. من هذا المنبر ومن هذا المؤتمر الشعبي العام 16، مؤتمر الشهيد محمد خداد، راجين إن شاء الله ناشدوا السلطات الدولية والعالمية، ناشدوها ولا يتموا ناشدوها عنها، يلوذوا الحل السلمي عاجل للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حتى تكتمل سيادتها على أراضيها المحررة. حضور المرأة الصحراوية لهذا الحدث ليس شكليا، بل كلها إصرار في استلام المشعل واعتلاء مناصب مسؤولة ضمن قيادة جبهة البوليساريو. أنا كشابة ننتظر عن نبدأ نشوف أجيال نساء شابات يعودوا يعني في لجنة جبهة البوليساريو، وأيضا شجاعة المرأة الصحراوية باقي من المرات نقولوا عن ما هم متوفرات النساء في جبهة البوليساريو، قال ما هو شيء حقيقي، لأنه دائما النساء هم اللي نخافوا نحكموا لهذه المسؤولية. وأنا أسبيرو يعني نرجع عن النساء نحكموا هاي القوة والشجاعة باش نعودوا هم اللي نحكموا الجانب السياسي. المرأة الصحراوية لطالما كانت بجنب الرجل في الصفوف الأولى لمواجهة الاحتلال المغربي، وها هي تثبت اليوم عزمها على مواصلة الكفاح لنيل الاستقلال.